يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب. أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. لو حدث أجدادنا من كان قبلهم عما نجده هذا اليوم من وسائل الاتصال والمواصلات لربما حصل منهم تكذيب لقولنا وقيلنا، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء في هذا من الحكم أن الله جل وعلا لو أخبر هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن عما سيخلقه سبحانه وتعالى وعما يستجد ربما أكبرته عقولهم وأنكرت، ولذلك كانت التوطئة لهم بذلك ويخلق ما لا تعلمون. كما أنه سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخبرهم عن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه خلق من أم من غير أب كانت التوطئة رائعة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. إذا كنتم تؤمنون بأن آدم هو أبوكم قد خلق من غير أب ولا أم، فإن إيمانكم بأن عيسى قد خلق من أم من غير أب ينبغي أن يكون أشد تسليما وأكثر وضوحا، والكل على الله هين. مما سخره الله جل وعلا للناس في هذا الزمان وسائل الاتصال، إن هذا الهاتف الذي كان في مكتبك وبيتك أصبح اليوم في جيبك تحمله معك في كل مكان. أصبحت اليوم تعرف خبر البعيد قبل خبر القريب، يأتيك خبر أهلك وقرابتك بل خبر العالم كله في لحظة واحدة. وسائل الاتصال لها آداب لها أحكام لم تغفلها الشريعة. إن المرأة إذا ما أراد أن يتصل بأخيه ينبغي عليه أن يستحضر خلق الإسلام، لأن هذا الدين شامل كامل. ينبغي لك إذا أردت أن تهاتف أخاك أن تتأكد أولا من صحة الرقم، فإن بعض الناس يجازف مجازفة ويتصل ثم يتأسف ويعتذر للمتصل به أنه لم يتأكد من الرقم. ربما كان لك عذر إذا كان ذلك مرة، لكن يكون هذا ديدن إن هذا من خلاف المروءة والأدب. كما أنك أيها المتصل به يجب أن تحسن الظن بأخيك وأنه بالفعل قد أخطأ، ولا تكون موتورا، لأنه إن كان محقا فهو أولى بالعذر، وإن لم يكن محقا فأنت أولى بالتغافل، ذلك أن التغافل من كريم آداب المسلم. كما أنه أيها الإخوة والأخوات اليوم يرسل الناس هذه المقاطع والمشاهد والمواعظ والصور والأخبار عبر وسائل الاتصال لبعضهم البعض، والعرب قالت قديما إن اختيار المرء قطعة من عقله، فأنت تعرض عقلك للناس فيما ترسله، فلا يحسن بك أن ترسل ما لا يصدق أو أن ترسل ما يخل بالآداب أو ما ينقص قدرك. أيها الإخوة الكرام، إن المسلم ينبغي له أن يعتني بأدب الهاتف، فإذا ما اتصلت برجل فإنه له الحق ألا يجيبك وألا يرد عليك. فبعض الناس يتصل مرة تلو المرة حتى يزعج المتصل به، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون بابه صلى الله عليه وسلم بالأظفار كما جاء في الآثار عند البخاري في الأدب المفرد وعند غيرهم. إذا ما اتصلت بأحد من الناس فلا تكثر الاتصال، لأنه إن كان هذا الرجل في حال يحسن أن يرد عليك لأجابك ورد عليك الاتصال. يحسن بالعاقل أيها الإخوة في وسائل الاتصال أن يتخير ما يبعثه، فلا يبعث حراما ولا يبعث منكرا، فإن المحرم
في العيان لا ينقله إلى الحل أن يكون عبر وسائل الاتصال، كما أن الوعظ أيها الإخوة والمواعظ هذا من خلق المسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة. اليوم تشهدون أن بعض الناس يرسل عبر وسائل الاتصال، عبر الواتساب وعبر غيره من برامج التواصل، يرسل صباح مساء موعظة تذكرة، ولذلك نجد أن هذه المواعظ وهذه الذكرى لا تنفذ نفاذها الصحيح. أنا أقول دوما لو كان الناس على قدر ما يبعثون من هذه المواعظ لأصبحنا مجتمعا مثاليا. كلنا نرسل صباحا ومساء تذكرة موعظة، لكن نرى أن ثمة تقصيرا. إن هذا التقصير أيها الإخوة للإخلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة، فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو خير واعظ، والصحابة هم أطهر القلوب التي تستقبل الموعظة، كان يتخولهم بالموعظة ويعظهم مرة في أسبوعه صلى الله عليه وسلم. فكن عاقلا فيما تبعثه من المواعظ، أن تكون متخولا للناس تبعثها لهم بعد الفينة والفينة. إن المسلم يحمد الله جل وعلا ويشكره على نعمة هذا الهاتف، فإذا ما كان المرء في محفل أو في مكان عام ينبغي له أن يتأدى بالآداب، فلا يجعل نغمة لهاتفه تؤذي من حوله، ربما يكون الإيذاء إيذاء لمخالفة الشريعة، فيجعل نغمة موسيقية يتأذى بها أهل الإيمان وأهل الفضل. وربما كانت النغمة عالية توقظ نائما، تزعج مصليا إذا كان المرء في مسجده، وربما زاد الطين بلة فرد على اتصاله في محفل الناس ومجتمعهم أو في مسجدهم. إنك إذا كنت تحدث امرأة من الناس لا يحسن بك ولا ينبغي لك أن تقطع حديثه وأن تلتفت إلى غيره، فإن ردك على الهاتف وعلى الاتصال إن لم يكن ضروريا فإنه قطع لحديث محدثك، وهذا من سوء الأدب. من الأدب أنك إذا أردت أن ترد على اتصال وقد كنت في مجلس أن تستأذن من جلسائك وأن تخفض صوتك وأن تقضي نهمتك على قدر الحاجة ثم تعود إلى وجه جليسك، فإذا ما قام جليسك عدت إلى اتصالك. هذه النعمة العظيمة بلت الناس في إيمانهم في دينهم في عقولهم، بل أصبحت هذه الأجهزة محلا للخير، وربما كانت مستنقعا للشر. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعلم الله جل وعلا من يخافه بالغيب في هذا الجهاز الذي بين يديه. العاقل المسلم يتخذه وسيلة إصلاح لا وسيلة هدم ولا إفساد. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب. أدب مع الرحمن ثم مع الورى، والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها، حسن يفوق مزركش الأثواب.